الثاني هو ربما السؤال ديال عمر الشريبي، هو لو درتي واحد النقد ذاتي لنفسك شنو الاشياء اللي كنت تبدلها ربما قرارات اتخذتيهم في مرحله سابقه ما تبغيش تعاودهم دابا اخطاء درتيها ما تبغيش تعاودهم؟ شكرا لكم. شكرا للسيد الجميع. المساله ديال الاخطاء هو طبيعه الحال اخطاء وارده، لان السير غادي ديال الرجاء الرياضي باش يمشي العين والسان، السير ديال الرجاء كرئيس يعني كتكون فيه واحد الضغط وكتكون فيه ضغوطات وكتكون فيه اشياء اللي هي كتكون كبيره. انا كشاب مغربي في 20 سنة خديت الرجاء، كانت شنو نقول لكم، يعني كان الاندفاع وكان التهور، كانت لا انا كنتكلم على المسائل السلبية، الايجابية كاع فيها كلشي. حتى الانسان اللي كيكون شاب يعني كتكون مسألة ديال التصرف الاندفاع بحكم التجربة، ولكن الحمد لله العكس. باش واحد الشاب رجاوي ومنخرط وياخذ نادي كبير بحال الرجاء فهو في حد ذاته يعني شيء مزيان، في حد ذاته يعني الرجاء دائما كتعطي يعني جنب نقول لكم كتعطي يعني المثال على انها الفريق الوحيد اللي دائما فيها الاستثناءات. حققت نتائج رياضيه كتعرفوها يعني البطوله والكاس النهائي ديال كأس العالم للأندية، استقبال ديال سيدنا الله ينصر الفريق، الهبة الملكية الأكاديمية اليوم اللي كاين اليوم اللي كان الراجل اللي كان كيتكلم عليها. أنا يسولوني يقولوا لي ما تاخذ حتى شي رقم ولكن تعطينا واحد الأكاديمية، نقول لهم ما تاخذ حتى شي رقم في الأكاديمية، هذه هي سولو العقل، أما اللي سولو القلب بحال الأخ الصحافي يقول لي لا بغينا نتبع البطولات. بالتالي حنا العكس جينا نصحوا المسار، الاخطاء اللي تكلمت عليها هي التوازنات الماليه، هو اللي تكلمت عليه خمسه ديال الاريال دروس خمسه ديال الاريال دروس شي لاعب شي مساء، دونك هذه هي المسائل اللي غنحاولوا نعالجوا والتصرف يعني الحوايج اللي نتصرعوا فيهم والقرار اللي نتكلموا عليهم غتكون شويه ديال الحكمه والرزانه. موقع التواصل عنده اليومين ديالهم كتسالي على غادي 8 الصباح 12 ديال المساء، دونك هاد المسألة خصنا حنا غنتعاملنا معاها حنا الملاحة. أنا عندي الفاكسان هو مازال يلاه غادي يكملو خصنا عندو أخرين شوية إبراهيمي تاع هو كذلك، دونك المسألة حنا حسب حنا درينا معايا ما كاين مشكل. دونك حنايا جي شوف حنا جينا باش نصحو، ملي كتبنا تصحيح المسار راه دي ميساج اللي حنا حاولنا نمرو. شكرا. طيبة. السلام عليكم.